فهذا التعذيب بالنصوص هو محظور. لذلك نحن ننطلق من هذا اليوم برسالة إلى الإنسانية، نقول أنا داخل مصر يتم تعذيب المواطن داخل أقسام الشرطة، ناهيك عن التعذيب في الشوارع وفي المواصلات، واللي بيروح وظيفته هو بيتعذب، لكن أنا بتكلم عن ما يحدث داخل أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز ومديريات الأمن والسجون، والتعذيب أصبح متنوع. فبالتالي إحنا بنقول في هذا اليوم أننا ضد التعذيب، وسوف نحارب هذا التعذيب حتى نقضي عليه، ولن نسمح باستمرار هذه المعاملة اللا إنسانية المهينة.